الوطني لحقوق الإنسان ينظم بمناسبة معرض دولي للأشهر والكتاب رواقه السنوي كالعادة. هذه السنة هذه كيجي في احتفالية ديال المجلس بعشرين سنة لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. رواق المجلس يعرف تنظيم مجموعة من الفعاليات، منها احتضان أطفال جاءوا من 12 جهة من المملكة المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات، بالإضافة إلى كتب سيقدمها الكتاب والناشرين وندوات فكرية حول مواضيعهم حقوق الإنسان. سيستضيف المجلس بالإضافة إلى كل ذلك فعاليات أخرى للنقاش حول مواضيع الساعة بحقوق الإنسان والذاكرة والتاريخ، كما سيساهم في هذا الأمر مجموعة من النشطاء والفاعلين في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا ومجموعة من الكتاب. هذه السنة هذه بالطبع بالإضافة إلى الفقرة المتعلقة بالأطفال اللي جايين من جهة 12 من المملكة، واللي المجلس بشراكة مع الأكاديميات ومع الوزارة كيقدم واحد الفضاء لهم للتعبير على مجموعة من الأشياء، من بينها التعبيرات ديال نوادي ديال المواطنة وحقوق الإنسان. سيكون أيضا هناك لقاءات حول الذاكرة، حول التاريخ، حول المعاناة، حول مجموعة من القضايا التي تهم الذاكرة والتي تخلد 20 سنة لذكرى هيئة الإنصاف والمصالحة. ثم إلى غير ذلك سيكون مجموعة من القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، مواضيع تهم الحرية العامة، تهم الذكاء الاصطناعي، تهم البيو أخلاقيات، إلى غير ذلك من القضايا الهامة. Thank you.